Too many days in the darkness, without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كوتش سناء فتنسة. اليوم رح نحكي على بعض المعلومات الرياضية والمعتقدات الخاطئة عند النساء، فخلينا نكتشف هذه الأسرار. اليوم رح نحكي على أول موضوع، وهو خوف السيدات من بناء العضل. للأسف نسبة كبيرة من السيدات ينسبون البناء العضلي للرجال فقط. إحنا اليوم حنغير ده المفهوم. زي ما إحنا عارفين إنه في عوامل كتيرة بتساعدنا إنه نخسر وزن، من أهم هذه العوامل هي تمارين المقاومة اللي بتدينا شكل حلو وقوة وتناسق في الجسم. في اختلاف كبير بين جسم المرأة وجسم الرجل في التمرين الرياضي. علمياً تكوين الجسم العظمي العضلي الهرموني، وخاصة الهرموني وهرمون التستوستيرون الذكري الذي هو عامل مهم في تضخيم العضل لدى الرجل. ضخامة الكتلة العضلية لدى المرأة بتزيد إلا في حالة واحدة، هي لما تواظب المرأة على استعمال بعض المنشطات اللي تحفز ده الهرمون على انه يصير نشط ويضخم لها الكتلة في جسمها. فلا تخافوا من تمارين المقاومة، فهم عامل مهم انه يخلوا جسمك صحي رشيق متناسق. فخلينا نشوف بعض التمارين المقاومة مع كوتش إلهام. هذا واحد من التمارين تبع الحديد او تمارين المقاومة، واسمه سيتد باك رو. وهنا بنمرن عضلة الصدر، اسم التمرين تشيست بريس. على ده الجهاز بنمرن عضلة الفخذ أو الكوادريسبس، اسم التمرين ليك إكستنشن. في ده التمرين بنمرن عضلة البايسبس. فكرة الصيام المتقطع يعتمد في الكونسبت الأساسي حقه إنه ما نركز إحنا إيش بناكل، نركز إحنا متى بناكل. فهو ليه ثلاثة طرق. الطريقة الأولى نسميها 16-18، يعني بيكون مدة الصيام 16 ساعة والمدة اللي بناكل فيها تقريبا 8 ساعات. الطريقة الثانية تكون يوم ويوم، يعني كأنه يوم يكون فيه صيام ويوم يكون فيه أكل عادي. والطريقة الثالثة إنه يكون الأسبوع كله بناكل بطريقة عادية، ونيجي آخر يومين نعمل شوية restriction ننزل إلى 500 أو 900 كالوري ماكسيموم. ما هي فوائد وعيوب؟ طيب نتكلم على الفوائد حقت الانترميتنت فاستن او حميه الصيام المتقطع. الفوائد حقته تيجي اكثر شيء له علاقه بتظبيط سكر الدم، يعني لقوا انه في بعض الدراسات انه نسبه الانسولين بتزيد تقريبا 31%، معدل سكر الدم ممكن يقل بمعدل من 3 الى 6% عن اذا في حالات اذا كان مرتفع. الشيء الثاني انه هي ما هي مره تقيد الشخص اللي بيسويها انه ايش مفروض تاكل ايش مفروض ما تاكل، الحسابات هذه كلها، فبتكون اسهل للناس اللي بيطبقوها. واحده من الاشياء الثانيه الليبيد بروفايل او الدهون الموجوده في الدم، لقوا انه هي كمان مع هذا النوع من انواع الصيام الى حد ما بتتحسن. الجروث هرمون كمان الى حد ما ممكن يعلى بنسبه بسيطه. الشيء الثاني انه الانفلاماتوري ماركر او لو في علامات التهابات في الجسم او كذا ممكن تتحسن مع الصيام. المشكله في المقابل العيوب انه مو كل الدراسات اثبتت انه فعلا حميه الصيام المتقطع ممكن تاثر على الشيء ده. ففي دراسات خصوصا في الفيميلز لما جو يقارنوا بين الرجال اللي سووا الحميه هذه والسيدات، لقوا انه الماركرز عند الرجال تحسنت بس عند السيدات مو مره تحسنت.
المشكلة الثانية بالنسبة للسيدات لقوا انه حمية الصيام المتقطع ممكن شوية تأثر على الدورة الشهرية، انه تعمل فيها لخبطة، انه يتغير الفلو، الاشياء هذه كلها. هل في النهاية نقدر نقول انه الفوائد فعلا مثبتة 100% او ما هي مثبتة؟ لا، لانه الفكرة لسه جديدة وتحتاج الى دراسات اكثر عشان نقدر نأكد هل فعلا الموضوع ده بيأثر سلبا او ايجابا على الجسم. كيف نتجنب خسارة العضل وايش ابرز الاخطاء اثناء تطبيقه؟ طيب، كيف نتجنب خسارة العضل اثناء الدايت؟ ممكن انه احنا نركز انه يكون الاكل بدال ما هو الفترات تكون كل 3 ساعات ممكن نقربها شوية نخليها كل ساعتين، ممكن نزيد استهلاك كمية البروتين في الاكل، نختار انواع بروتين افضل. بس نرجع لنفس فكرة انه صيام متقطع لازم الى حد ما يكون في نسبة خسارة للعضل، خصوصا انه الجسم بيقعد ساعات طويلة من دون اكل في حالة اليوم ويوم بالذات، فإلا ما حيفقد جزء من العضل. الفكرة الاساسية او السؤال هو هل فعلا الحمية هذه حتفيد كل احد انه تساعده انه ينزل وزن في مقابل يحافظ على العضل او لا؟ ما نقدر نقول انه في دايت ينفع لكل الاشخاص، في دايت بيزبط مع ناس وما يزبط مع ناس تانية. نحن نقدر نقارنها بفكرة رمضان، هل معظم الأشخاص في رمضان بينقصوا وزن ولا بيزيدوا ولا بيفضلوا ثابتين؟ الناس اللي بينزل وزنها في رمضان فكرة الصيام المتقطع بالنسبة لهم بالثلاث طرق حقته حتكون مفيدة، حيستفيدوا منها. لكن نقدر نقول المجاريتي أو معظم الناس أثناء رمضان بيحصل فيه زيادة في الوزن، هل هذول الناس إذا هم بيزيدوا في رمضان هل حيستفيدوا من فكرة الصيام المتقطع أو لا؟ هذه حاجة يحتاج انه احنا نركز فيها مرة ثانية، ويحتاج انه مش بس مجرد اني اقطع الاكل واعد الساعات حقتي حيخليني انزل الوزن، لانه اجسامنا اتورياكت بطرق مختلفة للدايتات اللي احنا بنسويها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم إدريس لمبان في برنامجنا فتنسة. أهلاً وسهلاً في الموسم الجديد. يلا خلينا نشوف إيش جهزنا لكم. وجبة اليوم خفيفة وسهلة ومحبوبة لدى الكل، تشيكن تندر. دائماً معروف في التشيكن تندرز إنه يجيك مغرق بالزيت، ولكن إن شاء الله في الحلقة دي هنحاول نقلل من الزيت ويكون صحي أكثر. خلينا نشوف إيش المكونات. الآن نبدأ معاكم ونجهز مقادير وجبة التشيكن تندرز. راح نحتاج صدور دجاج، 3 بيضات بياض، فلفل أسود، ملح، بهارات دجاج، لبن زبادي بروتيني، وآخر شيء ثوم مهروس. أول شيء نبدأ نقطع الدجاج لشرايح رفيعة حتى تيجي مقرمشة في القلاية. نحتاج لبياض 3 بيضات، نبدأ نجهز التشيكن تندرز. نحط أول شيء الدجاج، نبدأ نحط الزبادي، الثوم، بهارات الدجاج، فلفل أسود، آخر شيء الملح، ونبدأ نخوض. Thank you.
نبدأ نجهز التشيكن تندرز، البياض، ثم على البقسماط كده جاهز. بعد ما جهزنا تشيكن تندرز نبدأ نحطه في القلاية الهوائية لمدة 15-20 دقيقة. كده التشيكن تندرز أصبح جاهز. وبكده بالعافية عليكم وجبتنا اليوم.